يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل عيش كايزر. ده الدقيق، نحط عليه رشة ملح، وهنا كوباية لبن دافية، نحط معاها خميرة، ونحط معاها سكر، ونقلب. ده لبن دافي. نسيبها لغاية ما تعمل فقاقيع كده ونرجع لكم تاني. هنا نقرب العجينة شوية، نحط الخميرة باللبن، كده احنا حاطين بضايه، ونحط كمان معاهم زبده. عايزة لبن تاني؟
على عيش حمار خلاص. ولع الفرن، ولازم نعيش نلزق حاجة بسيطة كده عشان يبقى فيه لبة. كده عملنا 8 برجرات، حجم كبير على صغير، عيش كايزر. هنا هنا خلصنا عيش الكايزر. بصوا بصوا زي العسل. هنا يا جماعة هعمل همبرجر. هنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، وهنا عندي توابل برجر من عند العطار، ومعاهم كيس ماجي. معاهم شوية بصمات،
ده البرجر السريع. ندخل كل البهارات جواها، نجيب شوية ملح، مش عايزة اكتر، وفلفل اسمر، انا ما عنديش الكبسه بتاع البرجر ولا حتى الغطا. نعمله كده، نحط كده نظبطه كده. ونقفل بعد كده دوت كيس اللبان، نحط كده
دي اكبر برجرايه معانا كده، طلع معانا 6 برجرات. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ أحلى من بره 100,000 مرة، مبقاش فيه لحم كده. عبارة بيبقى كل دهون. شغال نحضر الساندوتشات. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ عايزة بقى متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وعلى السلامة.